المونجارو حلو، المونجارو حلو مفيش كلام، بينزل السكر التراكمي بنسبة 2.5%، بيخسس لحد 22% من وزن الجسم، لكن الحلو ما يكملش حبيبي، مفيش دواء من غير أعراض جانبية. إيه بقى مخاطر ومحاذير المونجارو؟ هل هو آمن؟ هل يسبب السرطان؟ هل تخلص ياض يا ابني ده أنت عيل أوفر. أهلا بكم في شغل بورشة. ايه هي محاذير استخدام المونجارو اللي هي غالبا نفسها محاذير استخدام كل الادويه اللي قلناها ساكسندا بقى فيكتوزا كله. اولا واهم حاجه اوعى تاخده مع نفسك من غير اشراف طبيب، لان انت ممكن تروح للدكتور اصلا يقول لك لا احنا مش محتاجين ادويه، انت بس مجرد دايت ورياضه وهننزل الوزن، وبالتالي ممكن تخس من غير ما تخسر فلوس لان الادويه دي غاليه، وكمان من غير ما تعرض نفسك لمخاطر الادويه دي. ثانيا لو عندك مشاكل في الغده الدرقيه عموما او تاريخ اسري لسرطان في الغده الدرقيه ابعد عن المونجارو واخواته تماما. نفس القصه لو عندك تاريخ مرضي لالتهاب البنكرياس، برضو لو عندك مشاكل في شبكية العين او تاريخ سابق بمشاكل في الشبكية ابعد عن المونجارو. لو بتاخد اصلا انسولين او ادوية بتنزل السكر زي الاماريل لازم تقول للدكتور بتاعك عشان يظبط لك الجرعة قبل ما تبدأ في المونجارو عشان ما يجي لكش هبوط في السكر. لو بتاخدي بقى حبوب منع حمل ما تبدأيش في المونجارو قبل ما تاخدي وسيلة حماية اضافية زي الكاندمز يعني للزوج، لان المونجارو بيأثر على مفعول حبوب منع الحمل. طب لو حامل اصلا لا ممنوع، ممنوع استخدام المونجارو في الحمل. لو بتاخد مسيل الدم الوارفارين اللي هو الماليفان او الكومادين ما تبداش في المونجارو غير لما تستشير الدكتور الاول وتراقب السيوله بتاعه الدم بانتظام. طيب ايه بقى الاعراض الجانبيه بتاعه المونجارو؟ غثيان وترجيع هتشوفها كتير خصوصا في الاول لان هو زي ما قلنا بيسد النفس، عشان كده مهم جدا تتدرج في الجرعه زي ما الدكتور او الصيدلي هيفهم. اسهال او امساك برضو بتحصل كتير، نادرا بقى ما بيحصل التهاب في المراره او البنكرياس، يعني الام مفاجاه وشديده في اسفل البطن او قصور في وظائف الكلى او زياده في ضربات القلب، ودي لو حصلت لازم تروح للدكتور وتطمن قبل ما تكمل العلاج. لو عندك بقى اي اسئله عن المونجارو والويجوفي او اخواته واي حاجه قلناها النهارده اكتب لي في التعليقات. ما تنساش بقى اللايك شير سبسكرايب والحاجات الجميله دي، ونشوفك البرشامه الجايه ان شاء الله. باي باي.